اهلا وسهلا، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكون هاد الايام اللي حنا في البيت نستافدوا من شي حوايج اللي حنا كنا مغمضين عينا عليهم شحال هادي، اصلاحات بعد يعني شحال من حاجه كنا كنتراوغوا عليها بهاد الفتره هادي ديال اننا نجلسوا في بيوتنا حمله. جا الوقت لاننا شحال من حاجه، بحال انا دابا ندير لكم نعطيكم واحد الوصفه ها هي، ولكن ندير لكم واحد الجوله كما كتشوفوا معايا. انا هزيت كل شيء الفراش اللي هنا كتشوفوا فيه هزيتو، هذوك الخديات خليناهم غير الوليدات يجلسوا يحفظوا، حيدنا الطليمطات، حيدنا الزربيه الكبيره، حيدنا كل شيء جمعناه صبرناه، هذوك خليتهم فقط الوليدات فاش يجلسوا، يعني ما غنهزوش كل شيء. كما كتشوفوا معايا حيت كلشي الدنيا خويتها هنا، يعني كلشي من الزرابي اللي عندنا حيدناهم، وحتى هنايا تاني خويناها، لا داعي اننا يعني كاع الحاجه اللي غتجبد عليكم المشاكل تحيدوها. مثلا بحال هنايا الطابيه هذه حيدناها، الزربيه الكبيره تخاف شي حد، يعني حنا عندنا شخص واحد اللي كيخرج يتسخر صافي هو موظف، يعني لا ما تعرف وخا الصباط كيبقى على برا، التقاديه اللي كتجيب كنحطو على برا حتى كنعزلو داكشي اللي بغينا، الخضره كتغسل كلشي المسائل، حتى القفه اللي كنتقدو فيها حتى هي كنخليها على برا كنغسلها. المهم وقايه، يعني علاش قلت لكم تحيدوا هاد الزرابي هذا، يعني ما تعرف الانسان يعفط في شي حاجه ولا، حنا جالسين ما كنخرجوش، ولكن حمايه. نرجعوا الموضوع ديالنا وهو العرعار، سمحوا لي على التقديم فقط، يعني حنا جالسين على هذا الموضوع ديال الوباء الله يحفظه السلامه، يعني اللي عنده شي وصفه نحميو بها نفسنا يشاركنا معها، يشاركها معنا، يعني ماشي مشكل، فقط للحمايه. نعود لكم، عندنا العرعار، يعني بزاف الناس عندهم مشاكل ديال العصب القولو العصبي بومزوي، وحطيت واحد الوصفه في هذيك السيده اللي كتعمل تبارك الله، ما نقولش لكم عندها اقبال خصوصا في وقت الدراسه، يعني ما نقولش لكم الوليدات فاش كيكون بدايه المدرسه كيتغير عليهم نظام الاكل، كيتغير عليهم بزاف بزاف الحوايج كيوقع عندهم بومزوي. هذه الوصفه هذه ما يشربوهاش الدراري الصغار، لا هذه فقط للكبار، الدراري الصغار راه درت لكم الوصفه ديالهم، يشربوا قليل من الحلبه مطحونه مع الماء، واربع حبات من الحرمل. علاش اربع حبات من الحرمل؟ مزيانين تينقيو الوليدات محدهم تيكبروا، وما تيكونش داك البرد معشش فيهم، ما يكونش عندهم البرد لداخل، يعني حنا من حدنا تنكبروا والبرد تيسكن لينا في الذات ديالنا تيبقى، لدرجه ان بعض المرات ما كنقدروش نوقفوا بالركابي، تيعودوا الام المفاصل يوجعوك، يعني كله سبب البرد من الصغر ديالنا وحنا البرد. لهذا عطوا وليداتكم اربع حبات فقط من الحرمل، اربع حبات راه كافيه، حتى البيبي اللي عاد زادو عندهم مشكل ديال البرد الصدر ديالهم كيوزوز، جوج حبات ديال الحرمل في الرضاعه ديالو في البيبغون، وبطبيعه الحال غيطلق غير الماء ديالو غيتشرب، ودوك الحبات يبقاو في البيبغون ديالو صافي، رميوهم مره في الاسبوع. وصفه الى عجبتكم ان شاء الله الفكره خلو لي في كومونتير نعطيكم وصفه على الرضاع. نبداو بسم الله، عندنا هذا زوين العرعار، الناس اللي ما عرفوش راه يقدروا يكتبوا في هذا في جوجل، راه يقدر يعطيهم الاسم ديالو، انا هذا اكيد من شجره الصنوبر، يعني الريحه ديالو ما غريباش، هذا كيعملوه الناس حتى البخور في المنازل ديالو لازاله الشياطين والوسواس والسحر، ولكن انا كنفضلو نشربو فاتح الشهيه، وكيهد الاعصاب ومزيان حتى البومزوي. اشنو غتعملوا به؟ غتاخذوا واحد جوج المعالقات تغسلوا مزيان، تحطوا في اناء ديال الماء يكون نظيف، وتغطيو حتى الصباح، ملي تبغي تمشي تنعس تعمل هذه الوصفه، وفي الصباح قبل الفطور تشرب شحال ما قديتي، تغسل منه الامعاء، كتريح داك العصب هذاك العرق ديال بومزوي، وبالتالي كيفتح لك الشهيه وتقدر تاكل شحال ما قديتي. الاطفال لا، انا ما مسؤولاش عليهم، انا كندوي على البالغين، الناس اللي كبار عندهم بومزوي، اللي هاد البقيته اللي جالسه في الدار مع الصب راه عنده بومزوي، يعني كتحس
بعد الناس سولوني قال لي واش كاين اللي كتحسوا بخفقة القلب وبنبض في السراق، داك هو بومزوي، كاين اللي عنده في المعدة، كاين اللي عنده في المصارن، كاين اللي عنده في المصرى الكبير يعني المعي الغليظ، داك هو الصعيب. اما المعدة والامعاء مولاهم كيكون نحيف، اللون ديالو شاحب، كاين اللي كيكون منفوخ. ديروا الطريقة ديال اللي وريتكم الحركة الدائرية على مستوى البطن وعملوا هادي، راها زوينة. ترقدوها بالليل جوج المعالق، ترقدوها في إناء ديال الماء وتغطيوه، وفي الصباح تشربوا على الريق، داوموا عليه يعني ماشي يوميا يوميا، يعني ديك الأسبوع تعملوا ثلاث مرات في الأسبوع، نهار آه ونهار لا. والإنسان اللي مضروب مزيان يعملوا يوميا واحد لربعة الأيام، إن شاء الله يعود بخير، تحيدوا زولوا العويدات هادو. وواحد المتتبع يعني من كثرة هاد الأعصاب وهاد بومزوي الصورة ديالو خرجات، وريتو الطريقة كيفاش يعملها في واحد الفيديو، وبخير وعلى خير يعني لقى الإقبال عليه، يعني الحمد لله نجحت لي الوصفة. هادشي اللي كاين، وصفة اليوم سهلة يعني علاج بومزوي بالعرعار. كنتمنى إن شاء الله وصفة اليوم تعجبكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك، واللي مازال ما اشترك اشترك. وكنشكر كل من دخل قناتي جديد ضيف، مرحبا بي مرحبا بي، نتمنى الله يوفقني باش نعطيكم اكثر واكثر. وما تنساوش كي قلت لكم تجمعوا كاع الافريشه اللي غتحاول تجمع لكم الوباء تحيدوها. انا هاد البخيدات راه انتم كما كتشوفوا غير مخربقاهم، يعني كل شيء حيدته، وراه كندير واحد البخاخ. الا عجبتكم الفكره خلوا لي في التعليق نخلي لكم، يوميا كنعقم به البيت باش ان شاء الله ربي يحمينا وما بقينا قد ما فات ان شاء الله. الله يبلغنا رمضان ويبلغكم رمضان، امين.